مواقف لأشخاص حظهم نحس. أول موقف معانا يخص أخينا ده، واللي اشترى بطة وتفاجئ بيها دخلت النيش. يخرب بيتك، مراتي هتنفخني. صورني بقى وأنا بشيل الوزن، عايز فيديو واضح. يا ستي وسعي، بوظت اللقطة. أما الجماعة دول فمش عارفين يخرجوا من البيت بعد ما السلم اتكسر. نحس نحس يعني، والنحس هنا هتسمع صوته. والأخ ده كان مبسوط قوي مع اللامة دي بالشفة. والنحس هنا الأخت اللي بتلعب مع الكلب بتاعها، وهتعرف ليه دلوقتي. قول لنا في التعليقات أكتر موقف نحس بالنسبة لك.